بلاش عيلتنا الخيخة دي، خلينا في عيلته هو. طلعوا أخيخ مننا بمراحل. انتصر الحب البريء في النهاية على مخططاتي الدنيئة كلها. هعمل ايه بقى؟ نصيبها كده. يا صفرة يا غلاوية، لسه شايلة الدنيا على دماغك برضو وزعقة؟ يا بنت الناس كلها فرحانالي، أبوكي وأخوكي تحت أمك، أمك فرحانة وسعيدة على غير العادة، مفيش حد زعلان ومقهورة إلا أنتي. أنا كنت فاهمة إن أنتي أول واحدة هتفرحي وتفهمي. يا سلام، وأفهم إيه بقى إن شاء الله؟ يا بنت انت مش كنت دوشانة من اول ما عرفتي تتكلمي على قولي عايزة اتجوز؟ انا كنت فاهمة انك هتحس بيا. الا قولي لي يا علا، هي الست مننا بتتجوز ليه؟ عشان يبقى لها بيت وعيال، وانتي بسم الله ما شاء الله عندك الاتنين. يبقى ما انتش فاهمة حاجة. الست مننا يا خايبة بتتجوز عشان يبقى لها ظهر تتسند عليه، حد يحبها وتحبه، حد يخاف عليها وتخاف عليه، حد تكلمه ويرد عليها. انت فكرك ابوك مستحملني في البيت هنا ليه؟ عشان هو مضطر، علشان خاطر انا امه وده واجب عليه. لكن الزوج يا حبيبتي حاجة تانية خالص، سترك وغطاكي ونسك اللي يسمعك وتسمعيه، ايد حنينة تطبطب عليك وقت ما انت محتاجة له، ومهما الناس شالوكي او رحبوكي قصك التاني ده حاجة تانية خالص. المودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم مالهمش دعوة لا بسن ولا بزمن. وعلى فكرة كل واحدة فينا محتاجة للإيد الحنينة اللي تطبطب علينا. يا خسارة يا علا، يا خسارة. أنا كنت فاهمة إن أنتي الوحيدة فينا اللي فاهمة ده. تعالي يا مز ما نشوف مين. الورد ده جاي للهانم. الله، ورد عشاني؟ لا طبعا، ده جاي لمدام نانا هانم. مش مين عرفك ان انا مش نانا هانم؟ نانا هانم، هات الورد ده ليا انا. اوكي. وجاتك ايه مضروب؟ معجب ولا هانم؟
عمو رفيق ده على فكرة قمة الرومانسية، مش ممكن. لا ده مش من رفيق، ده من سليم. سليم؟ سليم مين يا نحمد؟ وسليم الأول بتاع معركة عين جالوت؟ لا لا يا سهير، ده الراجل اللي ساكن في العمارة اللي ورانا. أصله كان مرة شافني عند دكتور العظام، ويظهر والله أعلم وقع على بوزه من أول نظرة. الله عليكي الله عليكي، واضح إن الموزة استوحشت، هتاكليهم لحم وترميهم عظم. يا بطة اخرس يا ولد انت وهي. الله، ده مستقبلي ولازم افكر فيه بتأني. الله، يعني انا لازم ادور على مصلحتي. احنا ورانا ايه؟ اتفضلي اشربي اشربي، مش عايزين تجوزوها وتستتوها وتهنيوها؟ وانا موافقه، انا خلاص بقيت موافقه. يلا بقى يلا، هتشوفي ايام سودا ان شاء الله.